بعد سنوات من البحث والتحليل المتقدم، تبدو الإجابة عن تفسير ظاهرة متلازمة هافانا الغامضة التي أثارت اهتمام العالم بأسره غير محسومة بعد. فعلى الرغم من خضوع الضحايا لمجموعة فحوصات واختبارات طبية متقدمة، توصلت الأبحاث الأخيرة إلى غياب تعرض أي منهم لإصابات في المخ أو أمراض دماغية دون العثور على أي تفسير للأعراض، بما في ذلك صداع ومشاكل التوازن وفقدان السمع واضطرابات بصرية وصعوبات التفكير والنوم. فكيف بدأت قصة متلازمة هافانا؟ ظهرت متلازمة هافانا لأول مرة في كوبا عام 2016، حيث تم رصد الحالات الأولى بين ضباط المخابرات الأمريكية، لتصبح هذه الظاهرة بذلك أولوية قصوى للأمن القومي للولايات المتحدة. في البداية كانت هناك افتراضات بأن كوبا نفذت اعتداءات صوتية على الضباط، ما تسبب بتعرضهم لمتلازمة هافانا، إلا أنها أنكرت ذلك، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات في جميع أنحاء العالم. وعليها اتهمت الولايات المتحدة روسيا بعد تحديد مواقع بعض عملاء مخابرات موسكو الذين كانوا موجودين في المدن نفسها في الوقت ذاته الذي عانى فيه ضباط المخابرات من أعراض غامضة. وفي وقت لاحق استبعدت الاستخبارات الأمريكية وقوف قوة أجنبية وراء متلازمة هافانا، ولا يزال العلماء عاجزين عن تفسيرها.